عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. وصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام والتحيه متواصله مع هذه الانطلاقات الصباحيه لسن الحقائق شوطنا الخامس خصص للقعدان الحقائق المسافه الا وهي 3 كيلومترات. نبدا مشاهدينا الاعزاء مع مقدمه الشوط مع مقدمه هذا المسار متعب محمد بن السيل بن سالم بن هي العامري ياتي على الصداره ويقدم لنا انطلاقه متعب على مقدمه هذا الشوط، بينما المركز الثاني شوف الانضمام في هذه اللحظات والتقدم في هذا المسار من خلال تواجد مشاكل حمد بن سعيد بن مبارك المنصوري يقدم انطلاقه مشاكل على مستوى المركز الثاني. الدور دور المركز الثالث نشوان هلال بن عيضه بن هلال المزروع يقدم نشوان على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع الصباوي احمد بن بطي بن حميد بن عقيف الشامسي خذ المركز مشاهد العز الرابع. الدور دور المركز الخامس سياف مبارك من علي بن مبارك الشامسي يقدم انطلاقه سياف على مستوى المركز الخامس في هذه اللحظات ليتقدم من الخامس الى الرابع الى الثالث وعينه الى راس حربه هذا الشوط. تابع بقيه الاسماء، تابع بقيه الشعارات، اتابع اسماء مشاهدينا الاعزاء، اتابع شعارات في هذا المسار مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام. لها سجلات سابقه، لها سجلات سابقه في هذا المسار تنطلق في صباح هذا اليوم لتعيد انجازها السابق ولتكرر مسيرتها الحافله بالانجازات. ولكن على العموم نعود مع البدايه، نعود مع المقدمه، نعود مع المركز الاول، نعود مع المقدمه، نعود مع صداره هذا المسار. يا سلام يا سلام، هذا متعب، هذا متعب. محمد بن سهيل بن هي العامري ياتي على مقدمه المسار، ياتي على مقدمه الابداع، ياتي على مقدمه هذا التحدي في هذا الانطلاق وفي هذا الابداع المصاحب لهذا المسار، المصاحب لهذا الشوط. مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، بينما المركز الثاني القادم سياف مبارك من علي بن مبارك الشامسي يقدم انطلاقه سياف، رافع رايه التحدي، رافع رايه التحدي مع هذا الانطلاق ومع هذا الابداع المصاحب لهذا الانطلاق. بينما المركز الثالث، بينما المركز الثالث القادم الصباوي احمد بن بطي بن عقيف الشامسي يقدم انطلاقه الصباوي على مستوى المركز مشاهده الاعزاء الثالث. تابع بقيه الاسماء، بقيه الشعارات المنطلقه، بقيه الشعارات المندفعه. الله الله، الكيلو الاخير، الكيلو المثير، دخلنا اجواء الكيلو، دخلنا اجواء الكيلو، وهذا هو سياف، هذا هو سياف على بدايه المسار يتقدم على البدايه، يعلن بالانطلاق، يعلن بالتحدي والاثاره على مقدمه هذا الشوط. يقدم سياف مبارك من علي بن مبارك الشامسي ياتي على مقدمه المسار، يعلن بالانطلاق، يعلن بالتحدي الذاتي والتلقائي. حتى هذه اللحظات اعتدل المسار، اعتدل المسار. ركز يا مالك سياف، بدت الهجمات الشرسه هنا ايضا من الصفوف الخلفيه، بدت الهجمات الشرسه من الصفوف الخلفيه. القادم نبه سعيد بن خويد بن ميض العامري يتقدم في هذه اللحظات على الصبور وهجمات الكبيره، ولكن الله الله يا سلام، سياف، سياف على بدايه المسار، سياف على بدايه الاداء، سياف يبدع بالانطلاق، يبدع بالتحدي والاثاره مع مقدمه هذا الشوط، مع مقدمه هذا المسار. سياف والشامسي يقدم سياف مبارك، هنا ايضا بن علي بن مبارك الشامسي ياتي بسياف، ياتي بسياف على مقدمه المسار، على مقدمه الابداع. مشكور 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 يا شامسي على هذا الاداء الممتاز، على هذا الاداء الكبير لهذا الانطلاق. سياف معلن ناموس هذا الانطلاق، لحظات وصول الى حتى النهايه، معلن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني كان سعيد بن خويد بن منيظر العامري
المركز 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 هنا ايضا المركز الثالث كان مزاحم محمد بن شتيت بن حمد الشامسي، والمركز الرابع كان الوصول مشاهدي الاعزاء متابعينا الكرام مع المركز الرابع، المركز الرابع مشاهدي الاعزاء بن حيله الى ضاقه النهايه من الرابع الى العاشر، هذه النتيجه مشاهدي الاعزاء متابعي الكرام. التوقيت الزمني 4:35. تهانينا والناموس لملك سياف قدم لنا سياف بالاداء الممتاز. مبارك من علي بن مبارك الشامسي.